برحب بحضراتكم مشاهدينا وتاني فقره في حلقتنا النهارده. لو جه كده اي حد يسال اي مواطن عادي في الشارع او في الطريق عن شبه جزيره سيناء، من المتوقع ان احنا نسمع كده اجابه تقليديه او اجابه يعني ممكن نسمعها من اي حد، او النظره اللي احنا كلنا بنشوفها او بنبص ليها لسيناء ازاي، ان سيناء عباره عن صحراء، رمال، جبال، أشياء ما نقدرش نتعايش معها أو نتكيف معها أو أن يكون فيها حياة. ولكن الحقيقة وواقع الأمر بيقول أن الزراعة تعتبر هي النشاط الأكبر في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الصيد، إلى جانب أيضا الرعي. في تقريبا حوالي 600 ألف فدان جاهزة للزراعة في شبه جزيرة سيناء. المنطقة دي أو الأراضي دي من ضمن 1,200,000 فدان جاهزة وصالحة للزراعة في سيناء، ولكن يمكن 600 ألف فدان إحنا منتظرين بس الإشارة بدء زراعتها. النهارده عايزين نتكلم عن اهميه التنميه الزراعيه في شبه جزيره سيناء، وقد ايه مهم جدا ان احنا يكون في تطوير لسيناء من الناحيه الزراعيه، بما ان الزراعه هي الاساس وهي الحياه. من غير زراعه مش هيكون في حياه، مش هيكون في تجاره، مش هيكون في صناعه، مش هيكون في استثمارات، وبالتالي لازم يكون في تركيز كبير جدا على الجانب الزراعي. هنتكلم النهارده عن اهميه التنميه الزراعيه في شبه جزيره سيناء مع ضيفي العزيز اللي بتشرف بوجوده معايا في هذه الفقره، الاستاذ الدكتور سامي ابو ري، استاذ الفاكهه والمكسرات بالمركز القومي للبحوث. اهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. يعني دكتور، سيناء دايما بنتكلم ودايما بنشوف ان في اهتمام بالغ لتطوير سيناء بشكل عام، ولكن اعتقد ان الجانب الاكثر اهميه هو التركيز على الزراعه في سيناء، وان يكون في تنميه زراعيه. الى اي مدى هناك اهميه كبيره جدا لتنميه الزراعه في شبه جزيره سيناء؟ هو الحقيقه غير خافي على أي حد أهمية سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر كلها، ويقطنها 1.5 مليون مواطن. العدد ده مفروض أنه هو يتضاعف مرات كثيرة. إيه اللي بيخليه مش متضاعف؟ إن إحنا حاليا بنعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل في سيناء. وطبعا احنا عارفين ان السياحة بتتأثر بعض الصعود والهبوط نتيجة بعض العوامل الخارجة عن الارادة، وبالتالي هي يعني ما تنفعش تكون مصدر اساسي للدخل للمواطن السيناوي. نعم. لان بغياب السياحة المواطن لا يجد مصدر رزق. صحيح. تكون معاناة شديدة جدا. صحيح. الحل ايه؟ الحل ان احنا زي حضرتك ما قلت في المقدمة، هو مقدمة جميلة جدا، ان في مساحة كبيرة عندنا موجودة قابلة للزراعة، وفي مصدر للمية موجود من خلال ترعة السلام وغيرها، والابار الابار المياه اللي موجودة، وان هي تكفي ان شاء الله للزراعة. طيب ايه اهمية الزراعة؟ ليه زراعة؟ زراعة معناها مجتمع، بنشئ مجتمع. وإيه أنهي نوع من الزراعة أكتر يخلينا المجتمع ده ثابت لا يتنقل؟ لأن البدو من طبعهم أو بيحبهم عملية الانتقال والرحيل وراء الراعي من مكان لآخر. صحيح. ما بيحبوش الإيه الأماكن اللي هم الثابت. طب أنا لما أعمل مجتمع ثابت أزرع إيه علشان يكون عندي المجتمع ده؟ صحيح. أزرع شجرة فاكهة معمرة ممكن تقعد لي 100 سنة وأكتر. سنوات. ففي لا في مش بس سنوات، ايه قرن من الزمان. يعني في اكثر فاكهه معمره اكثر من 100 سنه. نعم. هستاذن حضرتك يا دكتور سريعا جدا، نطلع فاصل قصير ونرجع مع حضراتكم نستكمل حوارنا من جديد. مشاهدينا رجعنا مع حضراتكم من جديد، بنستكمل حوارنا عن اهميه التنميه الزراعيه في شبه جزيره سيناء مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور سامي ابو ري، استاذ الفاكهه والمكسرات بالمركز القومي للبحوث. اهلا بك يا دكتور مره ثانيه. اهلا وسهلا. دكتور، ماذا عن طبعا اهميه بقى الزراعه وشبه جزيره سيناء، وقد ايه محتاجين ان احنا نهتم بالزراعه جدا في هذه المنطقه بالتحديد؟ هو الحقيقه المصدر الرئيسي للدخل المزارع للمواطن السيناوي هو الايه؟ السياحه. صحيح. وبعد منه تيجي ايه؟ الزراعه، بس ايه بتواضع شويه. لكن اذا كنا بنعتمد على السياحه، والسياحه هي متغير وليس ثابت، تبقى مواسم كمان يعني ومواسم فبتبقى يعني بتمثل اضطراب
للمواطن اللي هو بيعتمد دخله فقط على السياحة. إذن لابد أن احنا نهتم بمصدر ثابت للرزق وهو يتمثل في الزراعة. صحيح. طيب لما أعمل الزراعة بقى، وعايز أقول بقى مش بس الزراعة، والصناعات القائمة على الزراعة. بمعنى يعني مثلا أنا عندي إيه، بزرع الزيتون. تمام. ينفع أزرع الزيتون، هو له بزرع لهدفين اتنين، للتخليل وللزيت. الزيت. طيب هزرع قد إيه للتخليل؟ يعني مساحة مش ضخمة، لكن برضو محتاج ان انا عندي مصنع للتعبئه وللتخليل. عايز اعمل زيت، استخرج زيت من الزيتون، يبقى لازم يكون في عندي معصره للزيتون. صناعات قائمه على الزراعه ده شرط اساسي. مش بس زراعه. طيب هقول بقى الزراعه ليه، بقى الزراعه ليه هي بنوصي بها كمصدر دخل ثابت للمواطن. المواطن السيناوي بيحب ان هو يرحل يمشي ورا الرعي وهكذا، يعني ما يحبش يبقى في مكان ثابت وفي بيوت ثابته. ازاي انا اقنعه ان هو يغير هذا الفكر بان انا انشئ له مجتمع. صحيح. مجتمع ثابت. طب انا لما ازرع شجر ممكن يعمر اكثر من 100 سنه مثلا، وبضطر ان انا اعمل ايه بقى؟ يبقى انا انشئ مجتمع هنا لانه هيراعي هذه الاشجار. صحيح. وبعدين هيبقى فيها مدارس، مستشفيات وهكذا، يبقى انا بنشئ مجتمعات. حياه متكامله. حياه متكامله. صحيح. انا عندي في سيناء كلها 1.5 مليون مواطن. المفروض يكون العدد اكبر من كده بكتير، لان هي تمثل 6% من مساحه مصر. طبعا. وغير موقعها الجغرافي الخطير، وغير وضعها بالنسبه لمصر كتاريخ وكل حاجة جميلة موجودة في سيناء، ولذا سميت أرض الفيروس وهي فعلا اسم على مسمى. طب دكتور، يعني دور العلم والعلماء والباحثين بقى في تنمية وتطوير الزراعة في سيناء دورهم إيه؟ هو الحقيقة دورهم دور جوهري، وتقاس مدى تقدم الأمم بمدى تقدمها العلمي ومدى الإنفاق على البحث العلمي. كل ما زاد النسبة المخصصة للبحث العلمي تقول الدولة دي دولة راقية وإن هي بتتطور باستمرار. الدولة اللي ما بتصرفش على البحث العلمي وبتعتبره ترف، بتعتبره شيء يعني مكمل أو شيء من الوجاهة اللي هي يعني إحنا عندنا بحث علمي، لا، دي ما بتتقدمش. ما بيحصلش تقدم، وده بيوري سر إن إحنا تخلفنا كثيراً عن دول بدأت معانا في نفس المرحلة. احنا تخلفنا لان احنا ما بنصرفش على البحث العلمي. فدور البحث العلمي ان هو بيحل مشاكل المجتمع. طيب المواطنين بيسألوا انتوا فين البحث العلمي؟ عمل ايه للدولة؟ عمل ايه للمجتمع؟ ولو في ابحاث يعني هل كلها بيتم تطبيقها على ارض الواقع، ولا في البعض اللي بيطبق وفي البعض اللي بياخد شويه وقت او مفيش امكانيه لتطبيقه؟ هو للاسف الشديد، للاسف الشديد في احنا عندنا قاعده كبيره جدا من العلماء في جميع المجالات في مصر. ويعني اخص بالذكر المكان الذي انتمي اليه، وهو قلعه العلم في الشرق الاوسط، المركز القومي للبحوث. الى جانب البحث العلمي في الجامعات وفي مركز بحوث زراعيه وفي الجهات الاخرى العلميه اللي هي متواجده. عايز اقوله ان احنا عندنا قاعده كبيره من العلماء، لكن للاسف ابحاثهم يعني بعضها غير قابل للتطبيق، وده عيب العلماء. والبعض الاخر قابل للتطبيق، وده يعني مش عيب العلماء، عيب اللي ما بيطبقش. الإعلام بدأ أخيرا يهتم بالعلم والعلماء، تسليط الضوء على هذه الجزئية، بدليل أن حضراتكم هنا في القناة دي استضفتوني أكتر من مرة. واستضفتوا كثير من العلماء واتكلموا في كثير من المجالات، وده أكيد دورنا طبعا، يعني خصوصا إحنا قناة زراعية متخصصة، فلازم نهتم جدا أن إحنا نظهر للمشاهدين ونعرف كل الناس أن في أبحاث بتتم، في تجارب بتتم، في خبرات يعني وقامات كبيرة زي حضرتك عندكم فكر جديد حابين أن أنتوا توصلوه وتقدموه عشان يستفيد منه كل المزارعين والفلاحين، مش بس في سيناء ولكن في جميع المحافظات. والحقيقة يعني
قناتكم الكريمة وبعض القنوات الأخرى اهتمت بهذا الموضوع، وأنا شخصيا تواجدت في كثير من القنوات، منها القناة الأولى والقناة الثالثة وهكذا، واتكلمت على كثير من المواضيع، ولكن لسه الدور اللي عارفة حضرتك لم يؤتي ثماره. نعم. يعني الكلام اللي احنا اتكلمناه في محاولات ولكن لسه النتيجة ما ظهرتش، استجابة لسه للأسف. وفي موضوع معين أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده وحشير إليه في آخر الحلقة إن شاء الله، لكن يعني أتمنى إن المسؤولين يستمعوا للعلماء علشان ما حدش يرجع بعد كده يقول أنتوا فين يا علماء مصر، بتطالبوا بزيادة مرتباتكم وبتطالبوا بزيادة الصرف على البحث العلمي مقابل إيه؟ نعم. لا، في مقابل، ومقابل كبير جدا. طب دكتور، التصنيع الزراعي قد ايه ليه دور مهم جدا في تنميه الزراعه ايضا؟ التصنيع الزراعي ده المفروض نعتبره جزء من الزراعه وليس منفصل عن الزراعه. يعني جزء لا يتجزا من الزراعه، قطاع الزراعه. يعني انا اللي مثلا عندي بنزرع زراعات دلوقتي، بنتجه لزراعات كثيره في الزيتون في سيناء. طيب لما بزرع، اولا بنزرع فين؟ في مناطق متفرقه مفيش تكثيف زراعي، وبعدين مفيش تصنيع للمنتجات اللي طالعه. يعني انا بزرع الزيتون ليه؟ علشان للتخليل او للزيت، استخراج وكلاهما الزيتون. عايز تصنيع بعد كده. لازم اجمع المساحات، ولازم يكون في المصانع اللي موجوده التي تتعامل مع هذه المنتجات موجوده في الموقع نفسه. يعني لازم يكون في تكامل ما بين الصناعه والزراعه. ده دور خطير جدا ومهم جدا. طب دكتور، زي ايه المحاصيل اللي بيتم اختيارها لزراعتها في سيناء وعشان تكون جانب هام جدا من جوانب التنميه الزراعيه هناك؟ والله بخلاف طبعا الزيتون، حضرتك قلت ان بيتم زراعه الزيتون نمره واحد، الحقيقه فيه اهتمام كبير بيه. وبعدين انا كنا اقترحنا زراعه النقل اللي هي ثمار اللوز وعين الجمل والفستق، ونجحنا فيها. هذا الكلام ده بدأنا من 25 سنة واشتغلنا فيها ونجحت وأثمرت، والمسؤولين حضروا من الإثمار بتاع الأشجار، والحقيقة أبدوا سعادتهم بها. واتزرع حوالي 400 فدان في جنوب سيناء، و200 فدان في المحافظات الأخرى زي السويس والإسماعيلية. ولكن المشكلة الكبيرة ان احنا بنبدأ عمل وما نكملوش. يعني بنبتدي ندي مشروع يشتغل 3 سنين وبعدين يتوقف. طيب الشجرة دي اللي انا بزرعها، شجرة النقل، عايزة قد ايه علشان تثمر؟ 4 سنين. تبتدي تثمر بعد 4 سنين. المزارع ما يعرفهاش، او ما تعاملش مع كثير من او ما تعاملش مع الاسلوب الامثل لزراعتها. طيب احنا وفرنا هذا الكلام، وعملنا قاعدة علماء كبيرة، واشتغلنا في هذه المناطق، ووصلت الأشجار للإثمار في بعض المناطق. طيب مش مفروض نكمل؟ صحيح. يعني احنا زارعين 500 فدان وتوقفنا الوقت عن رعايتهم بقى من أغسطس اللي فات، ولا فيش رعاية لهم. في بعض الناس هتقلع أكيد. طب ده مش خسارة على الدولة من ناحية المال، من ناحية الجهد؟ طبعا. فلازم لما نتكلم بقى على دور العلماء، بنتكلم عن دور العلماء ودور الدولة في تبني ما وصل إليه العلماء. أنا الحقيقة يعني أنا فرصة أن أنا من منبرك أن أنا أتكلم وأقول، يعني أنا بناشد كل المسؤولين أن هم يشوفوا نتائج الأبحاث اللي هي حصلت واتطبقت عمليا في نطاق ضيق ثم نطاق أوسع، وأثبتت نجاحها، لازم نتبناها. ما نقولش مثلا لما أجي أتقدم لحملة قومية للنقل يتقال لي معلش أصله مش داخل في خطة استراتيجية الدولة لسنة 2030. إزاي؟ يعني هو مش خطة الدولة دي بتتغير ممكن، ويتقال مثلا هذه المحاصيل ممكن تدري لي دخل كبير وتخليني ما استوردش من الخارج بملايين الدولارات ثمار انا اقدر انتجها. خصوصا يا دكتور ان محاصيل النقل اللي هي المكسرات يعني بتكلف الدوله كتير جدا، فكره الاستيراد يعني من بره، يعني من الناحيه الاقتصاديه في تكلفه كبيره في استيراد المحاصيل دي بالزبط. وبالتالي كمان اسعارها في مصر تعتبر برضو مرتفعه مقارنه بدول اخرى بتزرعها وبتزرعها بكثافه، الاسعار هناك بتكون منخفضه، وبالتالي بيبقى في يعني عبء على المواطن ان هو حتى يشتري المحاصيل من النوع دوت. خليني اسال حضرتك عن زراعتها او الفتره اللي تم زراعتها هناك في سيناء، هل فعلا كان في جدوى من الزراعه؟ كان في انتاج وفير؟ الزراعه نجحت في سيناء من الناحيه المناخيه، من ناحيه التربه كانت ملائمه لزراعه هذا النوع من الاشجار ولا لا؟
في الحقيقة احنا بدأنا، لما بدأنا هذا الموضوع من 25 سنة، بدأنا نشوف هل هي تنفع في مصر ولا لا، لأن كان في فكرة سائدة إن دي موجودة في البلاد الباردة وما تنفعش عندنا في مصر، وإحنا عندنا مناخ شبه حار. طيب علميا بقى، لما نتكلم بقى بالعلم نقول بقى إن لا، كل شجرة بتحتاج عدد معين من ساعات البرودة شتاء، يعني في شهور الشتاء. إذا توفرت هذه الساعات خلاص يبقى نقدر نزرع في هذا المكان، لم تتوفر خلاص ما ينفعش. طبعا احنا دراستنا عملناها وبمعاونة المعمل المركزي للمناخ وزبايننا في مركز قانون البحوث وفي الجامعات، يعني كان مجموعة كاملة متكاملة من كل علماء مصر في جميع التخصصات التي تفيد هذا الموضوع، توصلنا انها تنفع. تنفع ايه بقى؟ بس مش كل فاكهة تنفع في جميع الاماكن. يعني كل فاكهة لها مكانها اللي لازم تتزرع فيه عشان تجود فيه. ده بالنسبه للمناخ. بالنسبه للتربه، لا التربه ملائمه، يعني في اكتر من التربه الرمليه اللي هي فقيره لا تجود فيها. يعني تغيرت المفاهيم. كنا زمان بنفكر نقول المحصول الفلاني عايز تربه خصبه ومش عارف ايه، دلوقتي بيزرعوا المحاصيل اللي هي كان بنقول عليها عايزه تربه خصبه في الرمل. اديله بس احتياجاته المائيه واحتياجاته الغذائيه وهو يديلك احسن محصول. أدي دكتور، الخدمة الجيدة للأرض بتفرق كتير جدا في المحصول وفي المنتج، وإن فكرة إن المزارع اللي بيزرع يبقى عارف إيه هي احتياجات الأرض اللي بيزرع فيها بتفرق كتير جدا في جودة المحصول وأيضا في كمية المحصول. مؤكد، وده دور العلماء بقى. بيحددوا. هو المزارع بيشتغل صحيح على قد ما يعرف، عارف إنه هيضيف السماد ده ضروري يضيفه، بس لو أضافه في ميعاد غير المناسب غير التوقيت المناسب يبقى ما عملناش حاجة، يبقى ضاع. لو ادى كمية مية في غير الوقت المطلوب برضه بيهدر المية. لو ادى مية زيادة هيسبب مشاكل كبيرة جدا للمحصول بتاعه. مين هيساعده في كده؟ الايه؟ العلماء اللي هم بيحددوا التوقيتات المناسبة والكميات المناسبة. وفي الحقيقة أنا يعني أشهد إن زملائي في جميع المراكز البحثية بيشتغلوا بجهد واجتهاد وبيعملوا هذا الكلام، بس لا يخرج للتنفيذ. ما فيش إرشاد زراعي. يعني أنا بشتغل كعالم في معملي وفي المزرعة اللي أنا بروحها وبدي التوصيات بتاعتي. مين بيتابع؟ مفروض في إرشاد زراعي. الإرشاد الزراعي ده إحنا بنعلمه. يعني في المشاريع اللي انا يعني تشرفت بان انا كنت مسؤول عنها، كنت بادي بعمل دورات تدريبيه وبنعمل نشرات ارشاديه ودورات تدريبيه عمليه مش بس نظريه، عشان بنوري المزارعين والمهندسين قبل منهم طبعا كيفيه اداء هذه العمليات. فهي المساله مساله تكامليه. صحيح. لكن ما نقولش العلماء بس ونسكت. العلماء وما يخدمهم وما يخدم افكارهم. فيعني أرجو أن يبقى في نظرة شاملة للموضوع من بدايته حتى نهايته، ويتحرر المسؤولين أو بعض المسؤولين اللي هم ماسكين في الروتين ومحالفين ما يسيبوه، أن هم معلش ياخدوا راحة شوية وإيه ويسيبوا الروتين ويبتدوا يبصوا نظرة غير روتينية، زي عنوان الحلقة بتاعتنا إيه؟ حلول غير تقليدية. صحيح. ما ينفعش نمشي بالطريقة اللي احنا بنمشي بيها زمان. لازم نطور نفسنا علشان نقدر نعمل حاجة لبلدنا. طب بالنسبة دكتور للحلول الغير تقليدية اللي تم تطبيقها وثبت نجاحها من أجل تنمية الزراعة في منطقة سيناء، أنا هقول لحضرتك على نموذجين اتنين. تفضل. نموذج منهم في شمال سيناء، والكلام ده كان في التسعينيات بتاع القرن الماضي. كان في مجموعة بحثية برئاسة أستاذ المحاصيل، وشكل مجموعة منهم أنا، ورحنا إيه شمال سينا. كان أول مرة أروح فيها سينا، كانت على أيدين هذا الأستاذ الفاضل. ورحنا وقال لي أنت مجالك هنا الخوخ. خوخ سينا المعروف اللي هو بتشغل مساحته كانت 150 ألف فدان. قال لي ادي انزل بقى وايه واشتغل. سينا بتجود بزراعه الخوخ. ما بقول لك الخوخ السيناوي ده الناس كلها بتقبل عليه. هي المنطقه ديت منطقه مطريه، يعني بتعتمد على الري، المطر كمصدر وحيد للري، لا يوجد ري تكميلي. تمام. المطر اللي ربنا منزله لنا هو ده اللي هو بتنمو عليه الاشجار دي، مش ما بنعملش ري تكميلي. ودي ميزه كبيره جدا. طيب الأشجار بتتزرع على مسافات 5 في 5 بتاعت الخوخ.
يعني 5 متر بين الشجرة والأخرى و5 متر بين الصف والآخر، بينهم مسافة 5 متر. كويس. طيب أنا لما بعمل باخد بسيب متر على يمين الشجرة ومتر على شمال الشجرة، واخد بال حضرتك؟ يبقى أنا إيه، لو أنا عندي صفين شجر يبقى أنا خدت الشجر خد قد إيه؟ خد مترين هنا ومترين هنا. مترين هنا. ماشي؟ تمام. طيب الشجر عندي كده بيشغل مسافة مساحة 20% فقط من البستان. من البستان. والباقي فاضي. أنا لا أرحب لنا ولا أي حد من زملائي أساتذة الفاكهة إن إحنا نزرع فاكهة مع فاكهة. يزرع يعني صنف مع صنف تاني أو نوع من الفاكهة مع. ليه؟ أنا ده هيطلع شجرة وده هتطلع شجرة وهتحصل تزاحم والاحتياجات بتختلف بتاع ومواصفات كل ثمرة مختلفة وكل شجرة احتياجاتها مختلفة ولا عملياتها الخدمة المختلفة. صحيح. طيب لكن أنا لو خدت الثلاثة متر اللي هم اللي أنا قلت لحضرتك عليهم دول اللي هم بيمثلوا 80% من المساحة بتاع البستان وزرعت فيها محاصيل تفيد أولا محاصيل اقتصادية زي العدس زي البسلة زي الفول الحاجات اللي احنا محتاجينها كلها. دي بيبقى لما تزرع بين الاشجار بين صفوف الاشجار دي بتدينا محصول كويس جدا. دي حاجه. حصلت انا على محصول من الايه، من المحاصيل المؤقته دي بيقعد له 3 4 اشهر وخلاص وانتهينا. وبعدين في نفس الوقت بيثبت الازوت الجوي اللي هو احد العناصر الرئيسيه التي بتحتاجها الاشجار. الاشجار. وبالتالي الشجره بتستفيد بيها. فكانت عملت انا ابحاث على هذا الموضوع علشان اشوف انسب انواع المؤقتات اللي تزرع بين صفوف الاشجار لدرجه زرعنا القمح وزرعنا الشعير علشان برضو نقول حتى لو جاب انتاجيه قليله اهو بيساعد في سد الفجوه الغذائيه. عملت على الموضوع ده 8 ابحاث خدت عليهم جائزه المركز التشجيعي. ان شاء الله. ليه؟ عملنا تقنيه جديده. اولا طب انا مش بس بزرع كده عشان اخد ربح وبس. لا، ده المسافه اللي هي بين الشجر بينزل فيها المطر تنمو فيها الايه الحشائش. يجي صاحب الارض يضطر ان هو يصرف فلوس علشان يقاوم الحشائش. انا لما بزرع المحاصيل المؤقته ديت بتغطي على الحشائش وبتدينا محصول. يبقى انا كده وفرت لصاحب الارض واستفدت من المساحه الموجودة. واستفدت من المساحه طبعا وديت محصولين اتنين من قطعه الارض. ما هو دي بقى بيسمى تعظيم الاستفاده من وحده المساحه. كل شبر في الارض لازم استفيد بيه ولقوا مصدر ري جاي اللي مش بيكلفني حاجه. لا انا لا مادي خراطيم ري ولا محتاج اعمل اي حاجه. الامطار اللي هي هذا النموذج. بس في حاجه بقى يعني لازم الواحد يذكرها ان الواحد لما بيختار المحصول اللي يزرعه ما يختارش محصول يأثر سلبيا على الأشجار. ما يكونش في مصدر للأمراض ينتقل للأشجار. ما يكونش احتياجاته تتعارض مع احتياجات الأشجار. يعني لازم لها يعني عشان كده في بحث علمي وفي دراسات. صحيح. فأدي النموذج اللي احنا عملناه حل غير تقليدي. وعايز أقول لحضرتك إن احنا بعد ما انتهينا من هذه الأبحاث لقينا إن فعلا انتشر هذا الفكر. والمزارعين ابتدوا ينفذوا هذا الكلام. وكان قد ايه سعادتي لما كنت اروح رفح واشوف الناس يا سلام زارعين بسله كتير جدا وفول وعدس بين صفوف الاشجار. فدي النموذج اللي احنا الناجح اللي احنا حققناه والناس احتزت بيه. صحيح. وده املي في ان احنا بنعمل حاجه ونطبقها ونسيب المزارعين يقلدوها بقى. بالتاكيد طبعا. طبعا. ده ادي النموذج الاول. النموذج الثاني بقى يا دكتور ويعني وسريعا كده علشان الوقت. الوقت. طيب هو موضوع النقل اللي هو شفنا هل يصلح للزراعه ولا لا في سيناء او عموما في مصر. لقينا ان هو يصلح زي ما اسلفت. وبعدين ابتدينا نطبق في مساحه صغيره لقيناها بتنجح طبعا بس بتوقف. يعني 3 سنين وقف ويحصل توقف. لو كنا بنستمر في رعايه هذه الاشجار كان زماننا النهارده حققنا الاكتفاء الذاتي
وابتدينا نصدر. لان يعني احنا في اسواق قريبه مننا بتستورد زي اسواق الخليج. صحيح. كل اكلهم مش زينا، احنا بناكله كده يعني في رمضان يعني لو تيسر. لكن هم بياكلوه مع الرز ومش عارف مع ايه، يعني مع كل حاجه بياكلوها، فيعني بيستهلكوا كميات كبيره. استهلاكهم اكبر مننا. وبيستوردوا من خارج من دول غربيه، طب ما يستوردوا مننا. فاحنا ايه المشكله؟ وعندنا ارض تكفي ان احنا ننتج كميات هائله وليس على حساب محاصيل اخرى. يعني صحيح. مش مثلا هقول لا ما تزرعش المحاصيل الاستراتيجيه المهمه وازرع على حسابها، لا بنزرعها في الاماكن غير مشغوله باي زراعات اخرى. نعم، احنا طبعا دكتور بنتمنى يعني ان يكون في اهتمام اكبر، مش هنقول ان ما فيش اهتمام، ولكن يكون اهتمام بشكل اكبر للابحاث الجديده اللي موجوده، الحاجات اللي بيتم تطبيقها ولكن ما بيحصلش استكمال ليها، في حين ان اذا تم استكمال هذه الابحاث وتم تفعيلها على ارض الواقع وتم الاستمرار فيها هتفرق بشكل كبير جدا في تطوير الزراعه، وهتفرق كمان من الناحيه الاقتصاديه. مهمه جدا زي ما قال كمان دكتور سامي ان يكون في تعاون ما بين الباحثين وما بين الارشاد الزراعي، لان دور المرشد الزراعي دور مهم جدا وفعال. الفلاح او المزارع في الارض اكيد حتى لو عنده خبره في الزراعه ولكن ما بيستغناش عن دور المرشد الزراعي اللي اكيد هيعرفه خطوات كثيره جدا في الزراعه مفيده، ازاي يتعامل مع كل زرع او كل شجره بحيث ان هو يضمن ان يكون عنده منتج وفير وايضا جيد وصالح للاستهلاك ويفيد السوق المحلي وايضا السوق العالمي او التصديري. انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور على وجودك معانا. بس يعني اتفضل يا دكتور، ولكن استسمحك سريعا جدا. لا سريع اتفضل. بس انا عايز اشيد بموقف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده ومدير الزراعه في المحافظه المهندس عاطف حامد فرج، دول تبنوا هذا الموضوع وبيقاتلوا معايا علشان خاطر ان احنا نكمل هذا المشوار. نعم. فلا بد من الاشاده، زي ما بنقول ان احنا زعلانين من حاجه يبقى نقول احنا شكرا. بالتاكيد بنوجه طبعا ليهم كل التحيه والتقدير، وانا بشكر حضرتك جزيلا دكتور على وجودك معانا وافدتنا واسعدتنا دائما بوجود حضرتك. شكرا ليك استاذ الدكتور سامي ابو ريا استاذ الفاكهه والمكسرات بالمركز القومي للبحوث، شكرا لحضرتك يا فندم جزيلا. شكرا لحضرتك وللبرنامج وللقناه بتاعتكم ناجح. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي واخر فقره في حلقتنا النهارده، انتظروا.